السلام عليكم. ملكة جمال المغرب نهيلة إمقلي. نسلط الضوء اليوم على ملكة جمال الكون نهيلة باربي، وهي مغربية حصلت على لقب ملكة جمال الكون في واحد من المسابقات التي تعنى بإظهار جمال المشاركات ووجود تنافس بينهم من أجل الوصول إلى القمة. ونهيلة تم الإطلاق لقب باربي عليها، وهذا اللقب تبعا للتشابه المتواجد بينها وبين شخصية باربي، ربما من الناحية أنها ليست ممتلئة الجسد. ونهيلة من الشخصيات التي بات لها تأثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال النشاطات التي تقوم بها على أرض الواقع بالشركات مع العديد من المؤسسات وفي العديد من المجالات الفنية وغيرها. تزوجت نهيلة باربي رجلا خليجيا يكبرها ب25 سنة وهي في عمر 16، وقد قامت بالاعتراف أن أهلها لم يكونوا موافقين على هذا الزواج، ولكنها قالت أنها اكتشفت العديد من الأمور الخطيرة التي رفضت الحديث عنها بعد ذلك. وتعمل في الفترة الأخيرة كخبيرة مكياج وعارضة للأزياء، ولم يتم الكشف عن زواجها الجديد. نهيلة باربي هي عارضة أزياء مغربية فازت بلقب ملكة الجمال العالم في بيروت 2018. ويذكر أن العارضة أعلنت مؤخرا عن ارتدائها الحجاب، ولقيت هذه الخطوة استحسان الكثير من متابعيها. وكشفت نهيلة إمقلي عن مواليدها من خلال عرض جواز سفر على ستوري لجمهورها بعد أن شكك البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عمرها، وحتى كثير من متابعيها لم يصدقوا أن عمرها لا يتجاوز 20 عاما. وعلقت باربي المغرب على صورة ستوري قائلة: اللي كيقولوا كنكذب عمري كبر من 20 سنة، إيوا هاد الباسبور حشموا على عرضكم شوية. وازدادت نهيلة إمقلي سنة 1998 وأنهت دراستها الثانوية في مدينة مراكش، حيث تخصصت في عالم التجميل وتخرجت من أهم الأكاديميات التجميل العالمية، وحصلت على لقب ملكة جمال الكون هذه السنة بفضل جمالها المتميز. شكرا على المشاهدة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد.